انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه. ده انا حافظها. تعالي يا جوز. عندك حق. عندك. انا مش مصدق. تصدق بالله لولا انك راجل كبير انا كنت بلغت عليك بوليس الاداب. كل يوم هنا ولا بيمسكوك. ايه التعويره دي؟ جاي تتعالج هنا؟ لا ده انا جاي زياره والله، بس قلت ما اجيش بقى براسي فاضي. شفت بعيني ما حدش قال لي نضرب بالجوز. شوفيني طرق قريبه اقرب فيها انا. رايا رايا ممكن هنا في النص. حيطلع لك غير عاديه. لا هو اتكلم على ايه؟ لا ده دراس بتاعي شارياه من فرنش ديزاينر كده وبس. طب انا عايز اعرف حاجه، انت رفيعه كده وحلوه كده ازاي؟ والله يا ربنا يخليك. لا عادي والله. بصي انا عملت شفط وشفط ايه نفخ ونفخت كرياتين بوتوكس وفيلر، عملت كل حاجه يا اختي ما ينفعش. لا لا انت ده القمر والله. ده القمر. لا ما تقوليش كده. خلاص بقى. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كانوا بيقولوا لي يا هبله يا حماره. اهي وكمان بيدلعوكي. ده كتير قوي 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 قوي. ده كتير. ده كتير قوي قوي قوي. قلبي مش يوسف الناس احتاروا والعلماء في اطلالتها. هل هي حلوة؟ هل هي وحشة؟ هل هي ذوق؟ هل هي محترمة؟ طب هي مش محترمة؟ نسيب بقى تعليقاتكم بقى ونشوف الكومنتات بتاعتكم عن اطلالة ثانية يوسف. هنا يا داليا؟ Thank you.